شاركت ابتسام بطمة اليوم الخميس مقاطع فيديو مع متابعيها توثق لأول ظهور لها بعد انقضاء عقوبتها السجنية قبل أيام. وظهرت ابتسام بطمة بكامل أناقتها في الفيديوهات التي نشرتها عبر ستوري عبر حسابها على انستغرام، واعتمدت إطلالة 100% تقليدية عبارة عن قفطان مغربي جوهرة، ورقصت على أنغام عدد من الأغاني من بينها الغادي وحده للنجم المغربي سعد المجرد. وظهرت شقيقتها النجمة المغربية دنيا بطمة إلى جانبها في مقطع فيديو آخر رقصت خلاله على أنغام كشكول شعبي من أداء دنيا بطمة نفسها، ورجح البعض أن عائلة بطمة بصدد القيام باحتفال على شرف عودة ابتسام بطمة لأحضان العائلة.